هل نستطيع اليوم أن نقول سي عبد الرحمن صالح أن هذه السجون هي نتيجة أو تحصيل حاصل لمخالفات النظام السابق؟ أكيد. النظام البوتفليقي لم يضغط فقط على المواطن البسيط يعني لا هي جميع حتى داخل السجون. جميع نواحي الحياة تأثرت بسوء تسير. جميع نواحي كان فساد في مختلف المجالات. رانا شفنا منذ ما نذكرش أسبوعين أو ثلاثة إحدى مؤسسات العقابية أين وصل الفساد إلى درجة أنه مسجون كان يخرج في الليل مع مدير المؤسسة العقابية يحوسوا في المدينة وتم محاكمتهم ومحاكمة المدير ومحاكمة الحراس. أين حدثت هذه القصة السيد؟ بباتنا. في باتنا مسجون يعني استعمل نفوذه حسب مجريات المحاكمة التي تابعناها وأصبح يخرج ليلا للتجول في المدينة وهو مسجون باش نشوفوا يعني مستوى الفساد وين الحق حتى المؤسسات العقابية حتى في المؤسسة لا توجد مؤسسة ولا يوجد مجال من مجالات الحياة هو في منأى عن الممارسات المتعلقة بسوء التسيير والممارسات المتعلقة بالفساد والتي يتم الآن ملاحقتها. هنا إذن تدخل المال الفاسد سي عبد الرحمن صالح. أكيد.